السلام عليكم. بمناسبة إنشاء 2017 ودخولنا 2018 راح أتكلم عن أهم 10 أحداث حصلت في الشارع السعودي. الحدث الأول وأهمها وهو تعيين وجه السعد محمد بن سلمان لولاية العهد والذي كان له الفضل في غالبية الأحداث. الحدث الثاني وهي الحملة التي تستهدف تطهير رؤوس الفساد في السعودية. الحدث الثالث وهو عندما أمر الملك سلمان حفظه الله بالسماح للمرأة بقيادة المرأة. الحدث الرابع وهو الإعلان عن إنشاء المدينة الذكية نيوم بقيادة المهندس الاقتصادي محمد بن سلمان. الحدث الخامس وهو السماح باستخراج تراخيص السينما في السعودية. الحدث السادس وهو السماح للعائلات بدخول الملاعب. الحدث السابع وهو التأهل التاريخ الخامس للمنتخب السعودي لكأس العالم روسيا 2018. الحدث الثامن وهو إطلاق حساب المواطن الذي يستهدف الأسر متوسطي الدخل. الحدث التاسع وهو إقرار القيمة المضافة 5%. الحدث العاشر وهو الإعلان عن الميزانية التاريخية رغم الظروف الاقتصادية.